الإله القديم ملجأ والأزرع الأبدية من تحت. آية عظيمة من سفر التثنية أصحاح 33. الإله القديم ملجأ والأزرع الأبدية من تحت. الإله القديم، الإله الأزلي، الإله اللي كان ملجأ زمان لإبراهيم، لإسحاق، ليعقوب، ليوسف، لموسى. الإله القديم اللي كان ملجأ لجدعون، اللي كان ملجأ لدبورة، اللي كان ملجأ لصموئيل، اللي كان ملجأ لداود في أوقات الخطر، هو ملجأ ليا وليك طالما احنا في علاقة مستمرة حقيقية مع الرب. طول ما انت مع الرب لازم تبقى واثق ان الرب دائما ملجأ، دائما يحميك، دائما يحفظك. والمزمور بيقول الرب يحفظك من كل شر، من كل، مش 80% من الشرور، لا، من كل انواع الشرور. الشر اللي جاي على صحتي، الشر اللي جاي على شغلي، الشر اللي جاي على بيتي، الشر اللي جاي على أولادي. الإله القديم اللي بنقرأ عنه في الكتاب المقدس إزاي حافظ على داود في أوقات الخطر من أنه يموت بسبب حسد شاول الملك ليه. إله القديم يعني إله شفناه في معاملات كثيرة في الماضي، هو ملجأ الآن، هو ملجأك. الإله القديم ملجأ لما في الحروب، لما يبقى في غارات من جيوش الأعداء، طيران جاي، الناس تجري وتختبئ في الملجأ فتحفظ في سلام. الرب هو الملجأ بتاعك. شاعر ان في اذى يقترب اليك، اجري اجري الى الرب واحتمي فيه وقول له انت الاله الملجأ. وكمالة الاية عظيم، عظيمة كمالة الاية، والازرع الابدية من تحت. يعني الرب شايلك، يعني الرب هيرفعك، يعني الرب هيخليك دايما في الارتفاع. يعني لو انت وصلت لباب الموت تقدر تقول زي المزمور ما بيقول، تقدر تقول للرب زي ما المزمور بيقول انت يا رب رافعي من ابواب الموت. الازرع الابدية شيلاني، الازرع الابدية رفعاني، الازرع الابدية مخلية راسي. تقول للرب كده أنت مجدي ورافع رأسي. الأزرع الأبدية من تحت. عزيزي المشاهد، اوعى الشيطان يخليك تصدق أنك متروك للأذى. لا، لو أنت حاطط الرب قدامك أنت غير متروك للأذى، انت غير متروك للاعداء. والرسول بولس قال كده، غير متروكين، في اله قادر ان يحفظنا، زي ما بيقول في نقرا في الرساله بيقول كده، الروح القدس بيقول كده، القادر ان يحفظكم غير عاسرين. يعني يقدر يحفظني من السقوط، من التعثر، غير متروكين. قول كده معايا، انا غير متروك، انا لست وحيدا، الرب معي،
الإله القديم ملجأ والأزرع الأبدية شيلاني، شالتني في مواقف صعبة وهتشني دلوقتي، وأنا واثق إنها هتشني طول أيام حياتي. عزيزي المشاهد، نكمل معا دراسة الأصحاح الجزء الأول من الأصحاح الثاني من رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل تسالونيكي. إيه السبب إن إحنا بندرس الجزء ده؟ إن إحنا بندرس الملك الألفي، ملك الألفي اللي بنقرا عنه في سفر الرؤيا أصحاح 20. والملك الألفي ملك، يعني الرب سوف يملك، سوف يملك على العالم في نهاية الأيام لمدة 1000 سنة. عشان كده بنقول الملك الألفي، الألفي دي لأنه فترة الملك 1000 عام، وفي الفترة دي الرب هيملك والحكومة بتاعته هتبقى زي ما قلنا في الحلقات اللي فاتت السماويون. من هم السماويون؟ دول مؤمنين، هؤلاء المؤمنين ليهم أجساد ممجدة، والجسد الممجد شفنا في كورنثوس الأولى أصحاح 15 اسمه الجسد ده بيتقال عنه شكل السماوي، لأنه الجسد ده زي جسد المسيح السماوي بعد القيامة، بعد الرب ما قام من الأموات جسده بجسد ممجد. اللي هيحكموا مع الرب كلهم عندهم أجساد ممجدة، أجساد جديدة، يعني مش نفوس بس، مش أرواح بس، لا، يعني واخدين أجساد. وشرحنا ده بالتفصيل في الحلقات الماضية، وقلنا ان مجموعة السماويين دول، السماويون دول اللي هيملكوا مع الرب عبارة عن 3 أقسام او 3 فئات. الاولى دول مؤمنين العهد الجديد، دول المسيحيين الحقيقيين، ودول هياخدوا الاجساد الممجدة في وقت الاختطاف. لما يحدث الاختطاف كل المؤمنين المسيحيين هياخدوا يلبسوا الأجساد الممجدة ويبقوا سماويون. دول أول فئة ستملك مع الرب. فئة تانية مؤمنين العهد القديم الحقيقيين، والفئة التالتة شهداء وقت الضيقة، 7 سنين اللي بينهم وبين الملك الألفي قلنا حسب دانيال 12 75 يوم، يعني انتهوا 7 سنين الضيقة وبعديها ب 75 يوم يبدأ الملك الألفي. كنا بنتأمل فيما قالته كلمة الرب، طبعا تأملات مختصرة، موضوع كبير. كنا بنتأمل في الفئة الأولى اللي هم السماويون اللي من العهد الجديد، اللي هم في زمن العهد الجديد، اللي هم المسيحيين الحقيقيين، انهم خدوا الاجساد الممجدة في، او هياخدوا الاجساد الممجدة، لان ده لسه ما حصلش. يعني حاليا المسيحيين الحقيقيين اما انهم عايشين على الارض، يا اما انهم ماتوا، ولما ماتوا ارواحهم مع الرب، لكن مش لابسين اللي مع الرب دول، مش لابسين أجساد، لا، الأجساد الترابية سابوها في القبور لما ماتوا، ونفوسهم أو أرواحهم فوق مع الرب. إنما لما يحدث الاختطاف إيه اللي هيحصل؟ اللي على الأرض هياخدوا الجسد الجديد، الجسد الممجد، ويبقوا سماويون زي ما بتقول رسالة كورنثوس الأولى أصحاح 15. واللي كانوا ماتوا قبل الاختطاف أجسادهم تقوم من الأموات، والأجساد هتقوم أجساد ممجدة وتتحد وتيجي لها الأرواح اللي مع الرب، وتبقى بأجساد إيه؟ ممجدة. والكل بقى سواء كانوا عايشين على الأرض أو ماتوا، كلهم هيبقوا مع الرب. هيقابلوا الرب فين؟ الرب في الاختطاف مش هيجي لسطح الأرض، لا، ده اللقاء هيبقى على السحاب،
والرب ياخدهم معاه ويبقوا مع الرب باجساد ممجده، يبقوا سماويون ويظلوا في السماء كده لحد ما يجي الملك الالفي. هيجوا بقى ليهم مهام على الارض لحكم الارض مع الرب، يملكون زي ما الآية اللي بتقول في سفر الرؤيا نملك على الأرض. وزي ما قلنا بقى آيات كتير، زي إن كنا نصبر معه الوقت الرب يقيمنا على مدن، بعد كده في الملك الألفي إن كنا نصبر معه سنملك معه. وزي آية اوعى تنسى الآية دي أبدا، اللي في رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس، الآية اللي بتقول بوضوح إن المؤمنين هيحكموا العالم، مؤمنين العهد الجديد هيبقوا لأنهم فئة ضمن السماويون اللي هيملكوا العالم مع الرب، مع الفئتين التانيين ما ننساش، مؤمنين العهد القديم وشهداء الضيقة العظيمة. في كورنثوس الأولى الأصحاح السادس انتبه بيقول كده: ألستم تعلمون أن القديسين اللي هم المؤمنين العادي، كل المؤمنين، لأني لازم تبقى عارف أن لقب قديسين في الكتاب المقدس لا يطلق على فئة من المؤمنين، يعني ما بيطلقش على الناس مثلا اللي كبرت قوي مع الرب فيبقى اسمه قديس، لا، كل مؤمن، كل مؤمن خد الولادة التانية، كل مؤمن اتولد من فوق في العهد الجديد اسمه قديس. فهنا القديسين ده تعبير عن كل المؤمنين، بس الحقيقيين اللي خدوا حياة فعلا، اللي امنوا بالرب يسوع بقلبهم وخدوا حياة. ومهم انك انت تكون واخد حياة، مهم انك تكون اتولدت من فوق عشان ما لا تهلك، وعشان يبقى ليك دور في ملك الرب في على الأرض في الملك الألفي. ألستم تعلمون أن القديسين سيدينون العالم؟ وسيدينون العالم، كلمة سيدينون الترجمة الأدق سيحكمون العالم. ولما سياق الحديث هنا يؤكد هذا، لأنه كان بيقول إيه الحتة دي مهمة، بيقول لما مؤمن يختلف مع مؤمن في ما يروحوش المحكمة، ممنوع. ليه يروح المحكمة؟ ما يجيبوا مؤمنين من الكنيسة يفصلوا بينهم. يعني اوعى تروح المحكمة عشان تقاضي واحد مؤمن بتعبد الرب معاه، ما ينفعش. ده اقرأ اصحاح 6 بيقول ازاي احنا نروح المحكمة، وفي المحكمة اللي هيقضي ويحكم علينا ناس مش مؤمنين، ازاي اذا كنا احنا في الملك الالفي هنحكم العالم ونقضي ونبقى قضاء في العالم، والرب هيشغلنا معاه، هنملك معاه. يبقى لو احنا هنملك ونحكم العالم، يبقى ينفع ان احنا لا نحكم العالم، نلجأ الى ناس غير مؤمنين يحكموا بيننا؟ ما ينفعش. بيقول كده ازاي ايتجاسر منكم احد له دعوة على اخر ان يحاكم عند غير المؤمنين وليس عند القديسين اللي هم المؤمنين الحقيقيين؟ ألستم تعلمون أن القديسين سيدينون العالم؟ هنا بقى من السياق يحاكم، يبقى أن القديسين اللي هم المؤمنين، كل المؤمنين بلا استثناء الحقيقيين اللي اتولدوا ولادة تانية، هيبقوا ليهم دور في حكم العالم. فإن كان العالم يدان بكم، يبقى إيه؟ يبقى إذا كنتوا أنتوا لا تحكموا العالم، يبقى تروحوا للمحاكم المدنية؟ لا، يقول لهم أنا إزاي اجلسوا المحتقرين، يعني أقل ناس عندكم في الكنيسة قضاء، أحسن ما تروحوا لأعظم قاضي بس مش واخد الولادة التانية ومش واخد حياة. ده تجيبوا أقل ناس في الكنيسة يحكموا بينكم، ولا تروحوا لغير المؤمنين. لماذا؟ عشان انتوا في الملك الألفي هتحكموا كل
هتشتركوا مع الرب في الملك على كل العالم. عزيزي المشاهد، فالاختطاف هيخلي المؤمنين في العهد الجديد يحصل لهم ايه؟ يرتدوا الاجساد الممجده اللي هينزلوا بيها في العالم ويحكموا بيها. الذي يبقى عنده جسد ما هيكلم الناس ازاي؟ بس جسد مختلف عن الجسد اللي هيحكم ناس باجساد عاديه، وهو يبقى عنده جسد ممجد. وبرضه بكرر اللي قلته قبل كده، ان ده مش شيء غريب، لان ده اللي عمله الرب كبكوره، يعني اول حاجه كمثال للي هيحصل بعد كده. عمله امتى الرب؟ بعد ما قام من الاموات. كان جسده مش 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 الجسد اللي محتاج ينام، ولا الجسد اللي محتاج اكل، ولا الجسد اللي ممكن يتصلب، ولا الجسد اللي بيتالم. لا، يعني جسده قبل القيامة قبل الصليب بيتألم. لما حطوا المسمار في ايديه ورجله الرب تألم ألام مهولة. تألم بإيه؟ بلاهوته؟ لا، تألم بجسده ده. بعد القيامة خد جسد لا يتألم ولا يموت، مفهوش دم، جسد ممجد بيخترق بيه الأماكن، ولكن بيقدر يتكلم بيه، بيقدر يعامل بيه الآخرين. احنا المؤمنين في العهد الجديد يبقى عندنا هذه الاجساد اللي نعامل بيها الناس، لكن نقدر بقى نتنقل. ممكن نبقى في المدينه فوق مدينه اورشليم السماويه، ده مكان الاقامه، ونيجي نقابل ونحكم ثم نعود مره اخرى. عشان كده اتكلمنا في اصحاح 2 رساله بولس الرسول الثانيه الى اهل تسالونيكي. ليه؟ لأن الأصحاح ده بيتكلم عن الاختطاف. الرسول بولس، عايز أعيد اللي قلته في الحلقة اللي فاتت لأنه مهم. الرسول بولس في الرسالة الأولى للمؤمنين في تسالونيكي شرح لهم الاختطاف، وقال لهم إن لازم يبقى عندكم رجاء إن الاختطاف هيحصل، ولازم فكرة الاختطاف دي تبقى في أذهانكم، لأن دي لو هي موجودة في الذهن هتحمي الذهن من أي أفكار، أفكار فيها خوف، أفكار فيها صغر نفس. لا، لأن أبقى منتظر الرب ويبقى فكري في السماء، حياتي هتتزن. وقال أن المؤمن يحمي أفكاره بخوذة، زي العسكري اللي في الروماني بيحمي راسه من السهام اللي جاي عليه بأنه لابس خوذة. والخوذة اللي يلبسها المؤمن يحمي بيها أفكاره اسمها رجاء الخلاص. رجاء الخلاص، الخلاص ده منين؟ يعني خلاص من ايه؟ ده الخلاص من الجسد الترابي بتاعنا، ده اللي سماه بولس في كورنثوس الأولى جسد ترابي، جسد بيموت، جسد بيتألم، جسد محتاج نوم، جسد محتاج أكل. ده لما يبقى عندي بقى، يبقى دايما عندي الفكرة دي، ان الرب هيجي ويخلصني من هذا الجسد ومن ضعفات هذا الجسد. وهل في الاختطاف هلبس الجسم الروحاني، الجسد الجديد، الجسد الممجد ده؟ خلاص، ده اسمه خلاص، لكن مش خلاص من الهلاك الابدي، لا مش ده المقصود، ولا خلاص مثلا من امراض، لا. ده هنا خوذة يا رجاء الخلاص، يا الخلاص من الجسد الترابي بالاختطاف، والخلاص من العالم الأرضي بالاختطاف. أبقى فيه مع الرب إلى أن آجي مع الرب مرة أخرى إلى العالم. فالرسول بولس في رسالته الأولى اتكلم عن الاختطاف، وقال ان المؤمنين لازم يعيشوا، يعزوا بعض بفكرة الاختطاف ويبقوا مشغولين بالاختطاف. وبالتالي المؤمن زي ما قلت لك قبل كده، بعيد لان ده موضوع مهم، المؤمن ما يعيش متوقع الموت، المؤمن يعيش متوقع الاختطاف. والعلامات اللي اتكلم عنها الرب بتقول لسه ما اتحققتش، اقول لك دي مش مرتبطة بالاختطاف، الاختطاف هيبقى قبليها، وممكن يبقى قبليها بفترة ما نعرفهاش قد ايه. العلامات دي تتخص الاسبوع بتاع 7 سنين ده بعد الاختطاف، وممكن بين الاختطاف وبين الاسبوع ده فترة مش معروفة قد ايه.
يبقى اذا الاغتراب مش هيجي هيجي فجأة، لان لو اتربط بعلامات يبقى انا ممكن اقول الاغتراب مش هيحصل دلوقتي، لكن لا، ده اثناء الكنيسة حتى ايام بولس كانوا متوقعين الاغتراب. وبولس قال في كورنثوس الثانية ان انا عايز اختطف. لو هو بقى كان عارف ان الاغتراب لسه مش هيجي، ده في حاجات لازم تحصل قبليه، ما كانش يبقى عنده هذا التوقع، ما كانش يبقى عنده هذا الرجاء. لما تقرا الرسائل، لما تقرا سفر الرؤيا، تلاقي الكنيسه دايما متوقعه منتظره الاختطاف. فانت ما تنتظرش الموت، لا، حتى لو فاضل لك يوم واحد ما تنتظرش فيه الموت، تنتظر فيه الاختطاف. ممكن يحصل في هذا اليوم، ما تقوليش ان في حاجات ما حصلتش في الدنيا، لا، الاختطاف ملوش دعوة بأحداث تحصل ومثلا هيكل يتبني، لا، الاختطاف سيأتي فجأة، محدش يعرفه امتى. وعشان كده المؤمنين في كل العصور كانوا بيقولوا أمين تعال أيها الرب يسوع، زي ما مكتوب في سفر الرؤيا، أو يقولوا مران آسى، ودي صلاة معناه يا رب تعالى تعالى. ومعنى ان الرب يجي للمؤمنين يعني جاي لكي يختطفهم. فالمؤمنين في تسالونيكي سمعوا بقى عن الاختطاف، وبالخوذة اللي يحموا بيها رأسهم هي ان التفكير ان احنا ممكن في اي لحظة نقابل الرب على السحاب ويأتي الاختطاف، يبقى لازم نعيش بقى الخوذة بتحمي تفكير، لازم اعيش بقى منتظر الرب، الرب هيجي لقيني في الخطية ما ينفعش، الرب هيجي لقيني ما بخدموش ما ينفعش، الرب يجي لقيني بخدمه، الرب يجي لقيني بمجده، الرب بيجي يلاقيني مستعد ليه فياخذني. لما البوق بقى الاخير شرحت كل ده في حلقات سابقه، يبوق وابقى عايش دي الخوذه اللي تحمي راسي من اي افكار سلبيه، ابقى عايش منتظر الرب ومنتظر المكافآت اللي الرب هداني بعد الاختطاف. من اجل انه قال للمؤمنين في تسالونيكي كده حدث رد من الشيطان، فبولس كتب الرسالة الثانية في الأصحاح الثاني الجزء ده عشان يعالج اللي عمله إبليس في عقول المؤمنين في تسالونيكي. هكمل معاك في الحلقة القادمة. الرب معك. إلى كل أحبائنا المشاهدين نقدم لكم كتاب الدم والعهد، هدية مجانية من خدمة أنهار الحياة عند تلقي مراسلاتكم. هيا اكتبوا لنا اليوم دون تأجيل وشاركونا بتعاملات الرب معكم من خلال البرنامج، أو بأي استفسارات أو طلبات خاصة نصلي معكم من أجلها. راسلونا على البريد الإلكتروني mail@pastordaniel.org أو العنوان البريدي أنهار الحياة، صندوق بريد 3030، الحرية، هليوبوليس، القاهرة، جمهورية مصر العربية، أو Rivers of Life، PO Box 433، Greenford، UB5 9BJ UK، أو ارسلوا لنا بريدا صوتيا أو رسالة SMS على 012-577-88. وأخيراً ندعوكم لمتابعة ما يقدمه موقع خدمة أنهار الحياة الجديد باستمرار على www.pastordaniel.org. الرب معكم، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج شخصيات كتابية.